في حضور المدرب اليوم عمر بالعطوية. مليحة كرة بين لاعبين، يواصل رحالي، تفوق رحالة، التوزيعة، المراوغة جميلة وممتازة من رحال، رائع وممتاز رحال. التسديدة، يعود الكرة ورانية للحمراوة على الجهة اليسرى، عادل الخضري يتفوق، التسديدة من بعيد جميلة وممتازة، ريعة التسديدة بقوة، ولكن الحارس أوزي رحال ومولودية بجاه ستكون عالية باتجاه سيدي بي أو فوزيايا أو حتى عادل الخضاري، والمقصية جميلة، فك الشفرة الدفاعية التي طال أمدها، ضاعت، ما زالت الكرة لصالح المولودية الجوية، سيدي بي ماذا تضيع؟ والستين من بداية المباراة طويلة منه نتائج تصار جاي، كرة صعبة 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 لعودة المدافع، ولا أروع، ما أروع هذه التسديدة، والأسود أمام الدفاع الأحمر والأبيض، نتائج وأنه لم يضيع فريق مولودية بجاه في آية جميلة، آية جميلة، آية خطيرة، آية صعبة، آية ضربة جزاء، آية ضربة جزاء، آية ضربة جزاء، يعلن عنها الحكم لطفي بوكواسا في الدقيقة 64. الضغط يولد الانفجار، هنا الضغط بثقة الجميع، عادل عادل عادل، ضاعت، جميلة 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 جميلة، هل تنافي الشباك، هل تنافي الشباك، لا، وقف في هجمة معاكسة لصالح مولودية وران، ما زالت في الوسط لفراحي، 3-2، 3-4، تسديدة، تسديدة قوية، والانطلاق في هجمات معاكسة، في هجمات قاتلة، في تسديدات مثل هذه، لكن رحماني كان في المكان المناسب، بطاقة صفراء يمنحها الحكم لطفي بوكواسا فعلا، لأنه مراد اليوم لمن البطاقة الحمراء، فعلا مراد اليوم بطريقة ساذجة.